مخيم اليرموك تغير كثير قبل 17-12 وما بعد 17-12. مخيم صار خالي من سكانه، من أهله وناسه، من حاراته، من بياع الخضرة، من بياع الفلافل. في أغنية والله مبارح بعثوا لي إياها مكتوبة، بتحكي عن حيال المخيم، بتحكي عن الوعود بفتح الطريق أو رح يصير خير أو هيك. قالوا لي يرموك على الحياد رائعة، والله بدي أعمل لها بروفة. كلمات محمود أبو رعد، محمود تميم. ما شاء الله حلو والله، لازم نستغلها يبقى هيك إلى موتيف سهل. ما شاء الله عليك، انت عامل لك شيء 35 لحن للحدث، كل ألحان الحدث. لو الناس بتعرف قيمتك يا أيها كان فتحوا لك المخيم. روحت البراعم يلا.
كلها. الموسيقى غيرت الحصار كتير، صار المخيم أغاني، صار المخيم يلهجرين عود، وصرنا لاذذين الناس. تحدثت عن معاناة العالم، عن معاناة الشارع ومعاناتنا اليومية، معاناة العالم بالحصار، من الجوع، من القفص ومن الدمار. يلا إن شاء الله. هلا الله يعيننا على الأكورديون، نعزف على الأكورديون عزف مزعج. هذا أسهل للجر، ما بده جر، حطه على كتفك وتمشي. كانت السهرات كيف تغيرت، كيف كانت الأجواء فيه، كيف كانت المحلات، يعني كل شيء فيه تغير. فما بدنا نقول أطلع يا المخيم. يا نور لك شو سويت اليوم دعسوا علي كسروا لي. دعوا طريق اليوم بعد انتظار 5 ساعات بالشمس قدرنا نجيب الكرتونة. الكرتونة قصة إذلال في المخيم، قصة جوع، قصة قهر. إنه أنت تقدر تجيب الكرتونة يعني أنت فيك تعيش لمدة أسبوعين أو أسبوعين ونص لقدام بهاي الحالة من القهر والجوع والإذلال. كرتونة المساعدات فيها 5 كيلو رز، 5 كيلو سكر، و5 كيلو زيت. اليرموك يبعث مرسال، احنا تمام وعلى العال، وانت يا عمو انت يا خال كيف الحال والاحوال. اليرموك يبعث مرسال، احنا تمام وعلى العال، وانت يا عمو انت يا خال كيف الحال والاحوال. اليرموك مسلينا ومخلينا باحسن حال، الله ينجينا ويحمينا ويلطف فينا ويهدي البال. احنا اليرموك مسلينا ومخلينا باحسن حال، الله ينجينا ويحمينا ويلطف فينا يهدي البال. وانت يا ريس كله كويس، كيف الصحة وكيف الحال؟ وانت يا ريس كله كويس، كيف الصحة وكيف الحال؟ اليرموك بعد مرسال، احنا تمام وعلى العال، وانت يا عمو وانت يا خال كيف الحال والاحوال. اليرموك بعد مرسال، احنا تمام وعلى العال، وانت يا عمو وانت يا خال كيف الحال والاحوال. هاي جملة تيرارا تيتارا تيتي تيرا، هاي السيكفنسيا اللي عم بحكي لك عليها. تيرارا تاتا تيتي، نزل لحن تيرارا تيتارا، طور شوي بالجملة. تاتا تاتا تاتا، هاي جملة رقم 3. تارا تارا تا، هاي جملة رقم 4. لساتنا بالمقدمة الموسيقية. جملة رقم 5 تارارارا تيرا تاتا تيرارارا تيرا تاتا تا، صاروا 6 جمل لسا بالموسيقى. ليش الإبداع كان زمان؟ الناس اللي هلا هي كمان يمكن الحياة السريعة.
لما درست موسيقى ما كنت عرفان حالي إنه رح أوصل هون. أعزف بالدمار، أعزف للمحاصرين، أتحاصر. أتحاصر سنة ونص. الدمار أثر فيني بنفسيتي كتير. المخيم، حصار المخيم والجوع، أجر العصفورة، العالم اللي كانت تموت كل يوم من الجوع والجفاف، أثرت بنفسيتي. ما بتصور ممكن أرجع مثل ما كنت أول. كنت أعزف مع الأولاد وروح أغني معهم لحارات والشوارع، كنت حس في بريق رهيب بعيون الأطفال وهنن عم بيغنوا الأغاني في فرح. بغني شعب بيمضى ولا منير يا زيد يا زيد يا طلابي اللي بيتعلموا عندي ما كانوا فلاتهم، فليش إذا تأمن شوية برغل على شوية عدس نقدر نعمل لهم وجبة، وجبة الحصار فلافل العدس. ممكن يا أولاد. أهلين خالتي. أهلين خالتي. الله يسلمك. بس الفلافل صار حياة بالحصار.
بالكيس يا محمود. ايه هلا بنعطيها ورق. ايه جيب لنا ورق معلم ولف لنا هيك ورق. يا سلام ما اشترى. حضر لك الورق. شو قلي ورقات الاغاني كلها تنحط فيهم فلافل. اكيد. خالتي بدنا نمشي الاولاد الثانيين بدنا نحطها شوي شوي. الله يخليك. يلا روح على بيتك. الله معك. كملي لنا شوي. جايين. هذا يلا 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 يا ناس يا عالم يا هو شبعان مثل جوعان جوعان مثل شبعان يا ناس يا عالم يا هو شبعان مثل جوعان شبعان مثل جوعان انا زلمة بيت انا قد الحيط وين الخبزات وين الحليبات ابنك جوعان ابنك مرضان يا ناس يا عالم يا هو شبعان مثل جوعان جوعان مثل شبعان انا زلمة بيت انا قد الحيط وين الخبزات وين الحليبات ليه يا محمود الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. بالمنزل جوا. ترى كنا عم نقل مي، عم طلع معنا خزان. امبارح كتبنا شيء مشان اخواتنا المهجرين. يا سلام يلا. ان شاء الله تعجبك يعني. كل اللي بتكتبه رائع. اقرأ لك ولا اشوفها؟ مثل ما بتحب هات اشوفها. يلا انا وياك. يا شعبي الغالي يا مهجر. بكفي برات تمرمر يلا عودوا يا احباب بكفينا طال الغياب فينا ولا بكفي؟ لا بكفينا او بكفينا انت على اللحن بكفينا طال الغياب اجرب شوي ممكن؟ لك الكلام شيء رائع عود هاي آه الكلمات يعني ما كتبت عاديه يعني هلا امبارح تذكرت هاي تذكروا عادي تجنب الكلمات هلا بنبلش لازمه نعمل هون اللازمة معلم هون لازمة لازمة هون لازمة هون لازمة هون واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة اليرموك استقلك يا خلي واعتبر انه هاي الياء معلم واحد اثنين ثلاثة أربعة وهي واحد اثنين ثلاثة يلي كلمة انا وياك اول مقطعين جرب المكان هذا هيك فيه عمق هيك امتداد
وهيك بتشوف الجوامع بطريقة رومانسية، تحس ما في حواجز، ما في حاجز، هيك الموضوع متصل هيك للبرج. هلاك البرج شايفه هنيك، هنيك في ضوء، يعني راح يصير في عنا ضوء. الضوء هو مش الكهرباء، يعني الضوء هو أمل بتحسن الحياة، يعني لو ساعتين ثلاثة نرجع هيك على الضوء. كنا هون نحن اكثر فجر هذا ضلك على الشارع، يعني ما بعرف شو يعمل. لا 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 بس في صواريخ ولاد حلال بنبهوك قبل ما يجي. يا يا وينك ايهاب؟ شو عم بتساوي؟ يا عندك غوارد بلاير محل يا رب يا رب يفتح. معلم شلون بدنا شو اسمه؟ شو عليها والله شيء نسينا واحد. يا رب يفتح. فتح فتح. نفسي أعرف شو اللي صار. مخيمنا في حصار. خلص الصبر يا أيوب. ما في مين اللي داوي
الحرمه والبرد اللي فاتوا قالوا يرموك على الحياد ذبحونا بكل الجهات قالوا يرموك على الحياد ذبحونا بكل الجهات احد بيفتح الطريق خميس والله والله دي احد بيفتح الطريق خميس والله والله دي قالوا امور كلها تمام ابرد بنج يا سلام نعيش بوضع مأساوي صرنا نتعود على الموت اليومي بجميع حالاته الموت حق على كل العالم بس يعني انه تموت من الجوع شيء من الظلم مخيم اليرموك كان فيه الزبان والنجار والطيان والدهان والدكتور كمان كان فيه المسيحي والمجدي والسمعولي والدرزي والسني والشيعي اليرموك تغير شارع صفد تغير شارع اليرموك تغير عالم اللي بقلبي بيوت تغيرت حتى الموسيقى بجواتي تغيرت في حصار
الصابر يا أيوب بكفينا أكل ودمار فلسطين بتجري بدمي حاسس فيه ما في مين.